مساء الخير واهلا بيكم في قناة ديافولو. معلش لو صوتي عامل كده، فانا لسه صاحي فاعذروني، يعني هفك مع الوقت. دي اول حاجة. تاني حاجة، لو عايز تتابع صفحة ديافولو على اي اكونت على السوشيال ميديا، على فيسبوك، تويتر، انستجرام، هتلاقي كل اللينكات تحت الفيديو مباشرة. عندك قصة حقيقية تقدر تدخل تبعتها لي وتتواصل معايا، زي ما الناس اللي هتسمعوا قصصهم النهاردة دخلوا وتواصلوا معايا بكل بساطة. في ناس كل شوية بلاقيهم بيكتبوا كومنتات على ان هما مش لاقيين اللينكات اللي انا بقول عليها. لا يا جماعة، لو نزلتوا شوية تحت الفيديو مباشرة هتلاقوا في لينكات. اول لينك هتلاقوا مكتوب اكونت ديافولو، ده الاكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك، تقدر تدخل تتواصل معايا، تكلمني لو حابب، او تقدر تبعت لي قصة كاتبها انت تنزل يوم الخميس، او ملف او قصة حقيقية مريت بيها او تجربة حقيقية تقدر تبعتها لي على طول. هتلاقي بعد كده صفحة فيسبوك بتاعت القناة، هتلاقي بعد كده جروب فيسبوك بتاع القناة برضو، واكاونت تويتر الشخصي بتاعي، واكاونت انستجرام بتاع القناة وبتاعي برضو. هتلاقي كل اللينكات دي تحت الفيديو مباشرة. يدوب اول ما تنزل كده هتلاقي تحت اول حاجة اكاونت ديافولو، هتلاقي بقى اللينكات موجودة، لان فعلا في كذا حد قال احنا مش بنلاقي اللينكات دي. لكن لا يا جماعة، لو نزلتوا حتة بسيطة جدا تحت الفيديو هتلاقي كل اللينكات دي. دي اول حاجة. تاني حاجة، تاني نفكركم، احنا يوم الاثنين قصص حقيقية بس، مفيش اي قصص مؤلفة، بتكون موجودة يوم الاثنين. ايه اللي لو حصلت ظروف معينة واضطرينا وقتها ان احنا ننزل القصة، وقتها هقول لكم طبعا. ويوم الخميس هو اليوم العادي بتاعنا بتاع القصص المؤلفة او بتاع السلاسل. يوم الخميس هو اليوم بتاع القصص المؤلفة بس. عندك قصة مؤلفة تقدر تدخل تبعتها لي، قصة بتكون حد أدنى لعدد الكلمات 5000 كلمة عشان تكفي وقت ساعة أو على الأقل ساعة، حاجات بسيطة يعني. عندك قصة حقيقية تقدر تدخل تبعتها لي زي ما قلت. قبل ما نبدأ ملفنا النهاردة، عايز أرد على برضو كومنت صغير بيتكرر كل مرة أو بيتكرر كل فيديو، سواء قصص حقيقية أو مؤلفة. في كومنت دايما بيتكرر إن هو الصوت مش واضح، أو وطي الإفكتات أو وطي التراكات لأن صوتك مش واضح. في الحقيقة لما حد بيقول لي الكلام ده، انا بدخل اسمع بنفسي الفيديو كله او بسمع اجزاء كتير جدا من الفيديو عشان اشوف اذا كان فعلا صوت المزيكا او صوت الافكتات بيبقى طاغي على صوتي او اعلى من صوتي ولا لا. في الحقيقة انا نفسي بحس ان انا صوتي واضح جدا، بسمع بلاقي ان انا صوتي واضح وطالع وكل كلامي واضح. فلو انت حاسس ان في مشكلة في الصوت، يا ريت تكتب لي الدقيقة كام، يعني قول لي المشكلة عندك في الدقيقة الكام في الفيديو، لان ممكن او وارد يكون في حاجة انا بعملها مش باخد بالي منها. بس انا بضمن لكم ان انا بكون مهتم جدا 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 بالحتة دي، ومركز جدا جدا في الحتة دي، ان انا اخليك تستمع لكل حاجة بقدر الامكان من غير ما يكون في صوت طاغي على صوت او صوت اعلى من صوت، علشان الموضوع ما يكونش مزعج. بالنسبه للافكتات اللي بتطلع فجاه، في برضه ناس بتشتكي يا عبد الله الافكتات بتطلع فجاه. ما يا جماعه دي قصص رعب او ملفات رعب، فطبيعي يكون في اصوات بالشكل ده. بعتذر طبعا لو ممكن الصوت يكون مزعج، هحاول بقدر الامكان ان انا اخد بالي اكتر، ولو اني باخد بالي على قد ما اقدر، بس هحاول اخد بالي اكتر من كده. هحاول ان انا ما اخليش الاصوات مزعجه، بس لازم تكون مفزعه لان احنا بنسمع قصص رعب. وقبل ما ابدا باقي الملف، شكرا جدا لكل الناس اللي بعتت لي قصص حقيقيه، لان الملف النهارده ممكن نقول هو الملف الثالث على التوالي اللي يكون كله عباره عن قصصكم انتم بس. وشكرا جدا 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 لكل الناس اللي بتدخل تكلمني وتبعت لي مواقف حقيقيه وتبعت لي الحكايات اللي حصلت معاها. انا دايما موجود، دايما مستنيكم، ودايما كومنتاتكم بقراها، ودايما معاكم موجود في كل مكان. اي حد عنده اي موقف او تجربه حقيقيه، تاني باكد، يدخل يبعتها لي في اي لينك من اللينكات اللي تحت الفيديو مباشره. انا موجود وهاخد منكم كل حاجه انتم تبعتوها. تمام. اسف على المقدمه، عشان عارف ناس هتقول مقدمه طويله، اسف على المقدمه انها طويله. ويلا بينا نبدا القصص. مريم من العراق. مريم بتحكي لنا موقف جديد حصل. بتقول لما اتعرفت على صاحبتي واختي كمان، هي متجوزة عندها اطفال، لسبب او لاخر اتعمل لها سحر تفريق بينها وبين جوزها، ويبدو ان هي اصلا كانت ممسوسة او حاجة من النوع ده، لانها كانت كل فترة فعلا بتقول حاجة غريبة. المهم، البداية كانت عادي جدا، اتعرفنا على النت وكنا بنتكلم من وقت للتاني. بعد كده بدأنا نتكلم اكتر برايفت او خاص، وفي مرة كانت بتحكي لي على اللي بيحصل لها او المشاكل اللي هي فيها، وتقول ان هي مأذية جدا وعندها شيء تعبها ومخرب حياتها الزوجية. طلبت منها صور لشكل عينيها
واتفاجئت فعلا ان وشها ظاهر عليه علامات ضرب وخربشة. حكيت لي كمان على ابنها الصغير، ولما طلبت اشوف صورته اتصدمت، ابنها برضو كان مضروب زيها بنفس التفاصيل بالظبط. بسبب بحثي واطلاعي على الامور اللي زي كده بدأت احاول اساعدها، وبدأت اقرأ اكتر وانوي ان انا اعمل لها رقية. واثناء ما كنت برقيها او بقرأ لها قرآن، بدأت اسمع صوت في عقلي بيقول لي كفاية كفاية. كنت بعرف ان في حاجة غلط لما كانت بتناديني، في الايام العادية او لما كانت بتتكلم معايا كانت بتقولي يا ايمي، اما لو حضر عليها حاجة او هي نفسها تعبانة كانت بتكلمني وتقولي يا مريم. بقيت اشوف شيء اسود زي الظل واقف عند كتفها الشمال. كان بيحضر عليها وكان بيجي، بالاخص لما كنت اقول لها الكافر ده، وقتها كنت بلاقيها بتتكلم وبتقولي انا مش كافر انا مسيحي، وانت طيبة ما تخلينيش اذيكي. فمرة اتفقت انا وجوزها ان احنا نعمل دردشة جماعية على النت، وقلت لها ان انا قرأت الانجيل. فجأة حسيت ان الكيان ده حضر ولقيته بيكلمني بيقولي بتحب الانجيل؟ قلت له اه، وقريت كمان ايات عن الصلاة، تحب اوريها لك؟ لقيت اتكلم على لسانها وقال لي لا لا ملهوش داعي انا مصدقك. من بعدها بدأت تتهرب مني، او بدأ اللي عليها بالتحديد هو اللي يتهرب مني، لكني كنت بحس بيه وبشوفه، وكنت بشوف معاه ست شكلها بشع جدا، كانت قبيحة قوي، كانت بتخبي نفسها مني، لكني الحمد لله كنت بقدر اشوفها. وقلت لها وعهد الله هعهدك ان انت ما تأذيهاش ولا تعملي لها اي حاجة. وقتها صاحبتي نفسها اتكلمت وقعدت تقولي لا لا مفيش حاجة، مفيش ست تانية، هو راجل بس. قلت لها لا انت ما تعرفيش حاجة، انا شايفاهم. وقتها كلمت الطيفة او الشيطانة التانية دي وقلت لها انت ليه موجودة هنا؟ قالت انا مسلطة عليها، واستخبت مني. كل اللي فاكراه عنها ان هي شكلها وحش قبيحة جدا وسودة ومخيفة، وان هي اللي بتجبر الكيان التاني انه يكون مع صاحبتي وبيأذي اطفالها كمان. والخرابيش اللي في وشها او العلامات دي ما بتتشافش بالشكل العادي، ما بتتشافش بالعيون الطبيعية، بس انا قدرت اشوفها بطريقة ما. كانت هي وابنها شكلهم مضروب، ومن يومها بقى يخاف الكيان ده يبين هيئته قدامي. وانا سبته. ليه سبته؟ لان صاحبتي نفسها بدأت تترجاني قوي ان انا اسيبها، وان هي هتتعالج لما جوزها يرجع لانه كان بالخليج، لكني ما ظنش ان هي هتتعالج او ان هي عايزة اصلا تتعالج. والعلم احنا صحاب واخوات كمان لحد دلوقتي، وللعلم برضو دي مش الحكاية كلها. عبدو جاب الله. عبدو بيقول لنا انا عبد الرحمن، الحكاية دي مش طويلة قوي، بس انا بجد عايز اساعد زميلي ومش عارف اعمل ايه، قول اسمي لو عايز، مش دي المشكلة دلوقتي. صاحبي ده معمول له عمل، وكل المشكلة ان والده ما يعرفش بكل بساطة لانه خايف يقوله. بيقول لي مرة كنت نايم وصحيت عادي جدا، لكني لما صحيت لقيت حاجة سودة ضخمة بتخربش في ظهري، كانت وجعاني وبتحرق قوي، ظهري كله كان خرابيش. ومرة برضو كنت عند عمتي بلعب مع ولاد عمتي، لقيت الصالة بقت ضلمة بطريقة غريبة، وكان في واحد لابس ابيض وواقف بيبص عليا. جريت عند عمتي قلت لها، قالت لي انت بتهيألك. من بعدها بقى هدوم وحاجات بتختفي من عند عمتي، وحصلت حريقة هناك. وبرضو مرة كنت قاعد لوحدي والنور قطع، والدولاب اللي هو مستحيل يتحرك لوحده شاف في الضلمة حاجة كانت واقفة عليه من فوق وحركت الدولاب، وقتها اتعور جدا لان هو بيجري وقع واتخبط. بيقول لي انا بتعذب. بقول له طب انت ليه مش بتقول لوالدك؟ بيقول لي خايف يوديني لشيخ. قلت له طب صلي واقرا اذكار قبل ما تنام. قال لي بقول، بس برضه مفيش حاجه بتتغير، كوابيس وقرف طول الليل، وهو مصمم انه ما يتكلمش ولا يقول لوالده. بيقول لي انا اتعودت، فانا مش عارف اعمل ايه، خصوصا اني مش معايا رقم والده وانا اصلا حاليا بره مصر.
يا ريت لو حد يعرف حاجة يحاول يفيدني. بص يا عبدو، نصيحة مني أنا بالنسبة لصاحبك، هو صاحبك قدامه حل من اتنين، يا إما صاحبك يقتنع إنه يحكي لوالده أو إن هو لازم يحكي لأي حد متخصص علشان يساعده في المشكلة دي، يا إما صاحبك نفسه يروح لحد يكون محل ثقة أو متخصص في المسائل اللي زي كده عشان يقدر يعالجه. لأن فكرة إن هو عارف إنه تعبان وشايف إنه تعبان ومقتنع إنه تعبان وعارف كل الحاجات دي وبرضه مصمم إنه مش عايز حتى يحاول ومقتنع وبيقول، انا شايف انت بتقولي هنا ان هو بيقولك انا بقيت متعود، مفيش حد يفضل متعود على التعب والاذى ده، ده تعب واذى صبح وليل، ده رعب صبح وليل، حتى في النوم هتبدا كوابيس وهيبدا حاجات مش هيحب ان هو يشوفها، مفيش حد يتعود على الرعب ده في حياته، اللي يتعود على الرعب ده في حياته حياته هتبوظ تماما. قصه عبد الرحمن او عبد جبله اللي بيحكيها عن صاحبه متختلفش كتير عن الحكاية اللي مريم قالتها، نفس الحكايتين بيتكلموا على ان شخص عنده مشكلة ما لكنه رافض يحلها. ولو فكرنا في الموضوع ده هنلاقي ان احنا هنتحط قدام سؤال، هم فعلا الناس دول هم اللي مش عايزين يحلوا المشكلة اللي عندهم، ولا اللي عليهم هو اللي مش عايزهم يحلوا المشكلة؟ اخر حاجة بخصوص الحكاية بتاعت عبد الرحمن، انا ما عنديش حاجة اقدر اساعدك بيها غير ان انت تحاول تتواصل مع حد كبير عنده، اخ كبير، اخت كبيرة، حد من اهله، حد من قرايبه، لازم مشكلة صاحبك تتحل لان صاحبك حياته هتفضل سودة بسبب اللي هو فيه، وربنا يشفي ويصلح حال الجميع. حكاية من ته، ته بتقول لنا الحاجات دي اتحكت لي من على لسان حد انا اعرفه كويس، معايا زميل ليا وكنا بنتكلم مرة فكان بيحكي لي على مواقف غريبة بتحصل له، بيحكي وبيقول انا بحب الرعب جدا ولما كنت في اعدادي كنت دايما بدور في الحاجات دي واعرف حاجات كتير ما ينفعش حد يعرفها عن العالم ده، لدرجة اني كنت عارف اسماء الجن فعلا وموجودين وجن قوي مش اي حاجة يعني، كنت دايما انا وصاحبي بندخل البيوت المهجورة بنلعب فيها وبنحاول نستفز الجن الموجود في البيت، لدرجة ان احنا كنا بنروح اماكن بتكون معروف وبيتقال انها مسكونة او مش مظبوطة. استمريت سنة على الموضوع ده لحد ما بقى يحصل لي انا حاجات غريبة، منها اني مثلا اسمع صوت حد من اهلي بينادي عليا اروح اكلمهم يقولولي محدش نادى عليك او ما يكونوش موجودين اصلا، وبرضو بحس ان حد بيتحرك واصوات رجلين بتتحرك ناحيتي واما اقوم اشوف ملاقيش حاجة. كنت دايما بتجنب اني اكون لوحدي لحد من فترة قريبة من حوالي 6 شهور، كنت قاعد انا واخويا على السلم بتاع العمارة بالتحديد قدام شقة جدي اللي توفى من سنتين، فهو قال لي هروح الحمام، قعدت لوحدي وسمعت صوت البوابة بتتفتح وسامع صوت حد طالع، فبقول بصوت مين اللي طالع؟ محدش رد عليا. الصوت كان طالع للدور اللي انا فيه وانا لسه واقف مكاني، لحد ما فجأة لقيت الصوت ده بيجري على السلم وطالع ناحيتي وهو بيجري، انا طبعا خفت جدا وطلعت اجري على الشقة وقفلت الباب، ولما اخويا طلع بره ملقاش اي حاجة. حاليا انا ابتديت ابطل اللي بعمله ده وكل حاجة تقريبا وقفت ومبقتش اسمع اي حاجة. بتكمل ته وبتقول نفس الشخص ده بيحكي لي وبيقول لي على حاجة تانية حصلت معاه، بيقول لي انا بحب الجيم والتمرين وكنت معجب قوي بشكل جسمي وبعضلاتي، وانا بطبيعي ما بحبش اختلط بناس كتير فكنت بقف قدام المراية كتير واتصور بكون معجب جدا بشكلي وحاسس ان انا انجزت حاجة مهمة، عمال بقى اعرض نفسي قدام المراية ومقضيها بقى. المشكلة ان انا مع الوقت بدأت احلم ببنت جميلة قوي، بنت جميلة قوي بتجيلي في الحلم بتطلب مني اروح معاها وبتطلب مني حاجات مش كويسة، حاجات كتير مش حلوة اكيد انتوا فاهمين، وانا ما كنتش برضى لحد ما جاتلي في مرة وقعدت تقولي انا بحبك انا عايز اتجوزك وعايزك تيجي معايا
فانا عمال اقول لها مش عايز اجي وشكرا، ومش بقاوم على قد ما اقدر، لحد ما لقيت شكلها اتحول من البنت الجميله لشكل بشع قوي. قعدت تشد فيا بعنف وتقول لي هتيجي معايا. ما انا كنت بصرخ وبقول لها مش عايز، سيبيني في حالي انا مش عايز. وفجأة كل حاجة وقفت وصحيت من النوم. ولما سألت شيخ قريب مننا قال لي يا ابني ده جن عاشق بسبب المراية اللي انت عمال تقف قدامها وبتستعرض جسمك دي، لو انت كنت وافقت ورحت معاها كانت هتلبسك وتدخل فيك. كويس يا ابني انك رفضت تروح معاها. وبيكمل الشخص وبيقول من ساعتها ما شفتهاش ولا جاتلي نهائيا. علي ساهر. علي بيقول لنا الموقف ده حصل مع جدتي من 20 سنة. كانت جدتي ساكنة في بيت كان مفيهوش اي مشاكل خالص، كان عادي، وكان متعلق في الصالة سورة البقرة، لوحة كبيرة او برواز كبير في سورة البقرة، لحد ما السكان اللي قبل جدتي اخدوا اللوحة او البرواز ده. ومن ساعتها بدأت جدتي تشوف حاجات غريبة، تكون معدية من قدام الحمام تشوف شخص غريب واقف بيحلق دقنه، وتيجي تبص له وتركز معاه تلاقيه اختفى، تكون نايمة على السرير تسمع أصوات همس مش واضحة، وخيالات كانت بتعدي في البيت. الكلام ده حصل بالظبط لما سورة البقرة اتشالت، لحد ما ستي عزلت من البيت، ومن ساعتها ما حصلش أي حاجة تانية. أستاذ صلاح. اللي مش فاكر قصة أستاذ صلاح أو مش عارف قصة أستاذ صلاح، تعال نفكرك بيها. أستاذ صلاح هو شخص مصاب بالمس من الجن، لكن المس اللي عنده أستاذ صلاح مش مس عادي، لأنه ممسوس فردين من الجن، اتنين من الجن، ولكن الاتنين دول من الإناث، الاتنين ستات يعني. وبيحكي أستاذ صلاح وبيقول إن اللي هو فيه مش مجرد مس أو مش مجرد كوابيس، لأ، أستاذ صلاح وصل بيه إن هو بقى يشوف الاتنين دول أو بيظهروا له، وإنه كمان مخلف منهم، وإن كمان ساعات بياخدوه ويأكلوه أكل هو عمره ما شافه أو عمره ما سمع عنه في حياته، أكل شكله وطعمه غريب، في منه اللي طعمه حلو جدا ومنه اللي طعمه ملوش وصف، حاجات ملهاش وصف، لكن كل اللي هو بيقوله إن دي حاجات مستحيل تكون حاجات طبيعية زي اللي إحنا بنشوفها أو بناكلها في العادي. حكى أستاذ صلاح آخر مرة بعت لنا فيها عن دجال دخل بيتهم وتعرف عليهم باسم إنه شخص ذو مركز أو ذو منصب ما، لكنه اكتشف بعد كده إن ده مجرد شخص نصاب بيدخل بيوت الناس علشان ينصب عليهم باسم الدجل وباسم السحر. بيقول كمان أستاذ صلاح في آخر مرة إن الشخص الدجال ده لما دخل بيتهم هو بالفعل قدر يأذيه، ولكن لولا الجنية اللي كانت موجودة عليه وقتها هي اللي حمته أو دفعت عنه. ودي حاجات عرفها من صديقه، لأن صديقه معالج بالقرآن أو معالج روحاني، يعني هو معالج روحاني أكتر من هو معالج بالقرآن، لأن برضه هو بيتكلم كتير عن الجن والعفاريت، فما أعتقدش إن في معالج بالقرآن هيكون بيساعده جن وعفاريت أو خدام وحاجات من النوع ده. بيحكي لنا المرة دي بقى أستاذ صلاح على المشاكل أو المصايب اللي حصلت أو المواقف اللي حصلت مع الدجال النصاب ده. وبيقول أستاذ صلاح قبل ما أحكي عن بعض المواقف اللي حصلت مع الدجال ده، أحب أقول كلمة لكل الناس. من فترة مش كبيرة انتشرت ظاهرة التنقيب عن الآثار، وفي بيوت كتير جدا اتهدمت، وفي ناس قاموا بقتل أطفالهم، وكانت في ناس بتبيع أي حاجة، كل حاجة قدامها علشان بس توصل للآثار اللي تحت بيتها. في الغالب والأكيد إنهم بيكونوا تحت تأثير دجال بيتعامل بجن، بيخيل لهم صور بقى ان في تحت بيته مقبرة وتحت بيته في كنوز وانه هيكون من اغنى اغنياء العالم. الدجال والنصابين دول بيختاروا فريستهم على اساس بعض النقط، النقط دي زي حبهم الشديد للفلوس او بعدهم عن ربنا، وده بيكون شرط اساسي، او انه بيكون غني وبيكون معاه فلوس لكنه طماع مش بيحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها او مش بيكتفي بالفلوس اللي معاه. وانتشر بين الناس نوع جديد من الشر والتفكك الأسري وضياع الأخلاق والدين بسببنا، والله كله بسببنا احنا، للجن ولا الشياطين نفسهم لهم دخل، احنا اللي بإيدينا بنعمل كل ده بنفسنا.
اول حاجة تخليك تعرف ان لما يتسمى الشيخ فلان ده نصاب او دجال، انه بيقول هات طفل صغير علشان يسمعك ان في تحت بيتك مقبرة، وده بيكون اكبر دليل على انه نصاب، والسبب بسيط جدا، لان الطفل بيكون قرينه ضعيف. الدجال بيقدر يخليه يقول اللي هو عايزه ويقدر يسيطر عليه كويس قوي، وطبعا بيكون اللي قاعد يسمع مقتنع بالكلام من ابنه الصغير. بقى لوقتها شايف ان ابنه اللي مش فاهم اي حاجة بيقول له ده في كنوز واثار وحاجات بالشكل ده، وده بالمناسبة بيكون حقيقي، لان الدجال بيسيطر على عقل الطفل هو كمان، وبيدخله في متاهة، وبيتعامل مع القرين باسلوبه الحقير ده. والنصاب او الدجال عامة ما يقدرش يسيطر على شاب كبير، لان ببساطة قرين الشاب بيكون قوي ما يقدرش يتسيطر عليه بسهولة، وده بالتحديد حصل مع اخويا. لما سيادة المستشار او الدجال دخل عندنا البيت، قال لاخويا تحت بيتك كنز، كنز عبارة عن مقبرة من الاثار وفيها كنوز كتير جدا، وهخليك تصدق انها موجودة، هات ابنك. وبالمناسبة ابن اخويا كان 9 سنين وقتها، وفعلا الولد قعد قدامه وبدأ يحضر عليه او يقرأ عليه ويسيطر على القرين بتاعه، ومحدش كان فاهم الكلام ده وقتها. يعني بدأ الولد يقول اللي هو شايفه، وده الحوار اللي دار بينهم، ومع الأسف أنا ما كنتش حاضر الموضوع ده، أنا سمعته منهم. اتكلم الدجال وقال له قولي محمود أنت شايف ايه قدامك؟ محمود قال له أنا واقف في جنينة البيت الخلفية، أنا واقف على سلالم عددها 6، وفي باب كبير قدامي. قال له انزل وحاول تفتح الباب ده وتدخل. كلم محمود وقال له أنا شايف المفتاح، وفتحت الباب ودخلت. قال له طيب شايف ايه؟ قال له شايف 4 غرف واقف 2 طوال وليهم أجنحة. قال له طب ادخل وافتح أي باب من الأبواب وقولنا ايه اللي موجود. قال أول باب في سرير حد نايم عليه، بس مش هقدر أدخل لأن اللي نايم عليه واحدة ست. قال له اخرج وادخل اوضه تانية غيرها. الولد قال له انا فتحت الباب وشايف تماثيل كتير لونها اصفر وعملات ذهب كتير كبيره، والغرفه دي طويله قوي، وفي راجل عجوز اخدني وطار بيا، ورحنا عند الكعبه ورجعنا تاني واداني تفاحه عشان اكلها. وده كان اخر كلام ابن اخويا قاله عشان تكون المسرحية خلصت. اخويا صدق واقتنع جدا ان تحت بيتنا مقبرة فرعونية مليانة ذهب. مش الدجال ده، ولما انا رجعت البيت شفتهم مبسوطين وفرحانين طبعا بقى، وزغريت وانبساط. ففي ايه يا جدعان؟ سألتهم مالكم، ايه اللي حصل، في ايه بالظبط؟ اخويا حكالي كل اللي حصل، وبعد ما خلص كلام ضحكت بصراحة وقلت له طبعا انت كنت مصدق كل ده ومقتنع 100% ان تحت بيتنا اثار. قال لي طب وايه الكذب في كده؟ ده حتى ابني شافها وقال كل حاجه زي ما حكاها لي ووصفها لي بالظبط. قلت له طب انا عايز اسالك سؤال معلش، هو ليه ما قالكش انت وانت تشوف بنفسك؟ قال لي هو حاول معايا في الاول لكنه قال اني مش مؤهل ومش مسموح لي ان اشوف، لازم يكون حد لم يبلغ الحلم يعني غير بالغ. ضحكت تاني وقلت له ودي تاني حاجه تبين كذبه. لقيت اخويا بصلي وهو متعصب وقال لي كداب ايه، ما تغلطش، ده راجل محترم وبيتعامل مع ناس بتوع ربنا. هو اخويا كان يقصد بكلمة ناس بتوع ربنا يعني جن. والناس اللي معاه كلهم حجاج وبيذكروا الله وبيستغفروا الله، مالهمش في النصب. قلت له تمام تمام يا عم تمام ماشي. انا هقولك ليه انا قلت كده. اولا لانه ما قدرش على القرين بتاعك، لانك راجل بالغ والقرين بتاعك شديد عليه، عشان كده استخدم ابنك وسيطر على القرين الصغير ولعب بعقله عشان الملعوب يبقى مظبوط. وتاني حاجة هقولها لك وخلص ضميري من ربنا، ان ابنك لو حصل له حاجة هيكون ذنبه في رقبتك انت، وصدقني صدقني محدش هيقدر يحل النصاب ده من ايديا، وهيكون عقابه مني بنفس افعاله. واخدت وقتها محمود ابنه الصغير ونزلت. رحت انا وابن اخويا لصاحبي المعالج وخليته يحكي له على كل اللي حصل، ولما خلص كلام لقيت صاحبي بيقول لي انتوا ايه يا جدع، انت واخوك انتوا ايه يا بني ادم،
ازاي تخلي عيل صغير زي ده يتعمل فيه كده؟ الولد ده ممكن يموت، ممكن يتجنن، ممكن مخه يبوظ، حرام عليكم. وادي محمود اسمعني، مفيش اي حاجة تحت البيت ولا حاجة من الكلام ده، ده كل ده تهريج وهزار، يعني كبر دماغك كده واحفظ القرآن بتاعك، ولو حد جاء قال لك تعالى اعمل او اسوي نفس اللي حصل ده ما تسمعش كلامه. الولد طبعا مش فاهم حاجة، فاتكلم بخوف وقال له حاضر يا عمو حاضر، انا ما كنتش عايز بابا يتضايق او يزعل مني، وكمان بابا قال لي اسمع كلام الشيخ اللي عندنا. طبعا انا كنت بحاول احارب الدجال ده، لكن على الناحية التانية الدجال ده ما كانش ساكت. لما بدأت اخرب له كل مخططاته دخلت شبه حرب معاه، بقى يبعت لي زي رصد او جن بيتتبعني ويخليني مخنوق وزهقان ومش طايق نفسي وتعبان وقلقان وقرفان من البيت وكل حاجة في حياتي، او يبعت لي حاجة تعمل لي صداع شديد او تعب جسماني جدا. وكانت الحجة الجنية اللي عليا او الجنية اللي موجودة هي وابني، ان المفروض يعني ان هي دي اللي بتأذيني، او قدام الناس ان هي دي اللي بتأذيني لانه عارف انها معايا. كان بيبعت حاجات شديدة جدا عشان يقدر عليها ويأذيني، وكنت دايما اقول لها لو في اي اذى شديد اهربي وانا هخلي صديقي المعالج يتعامل بالخدمات اللي معاه. لما رحت لصاحبي يشوف انا تعبان ومخنوق من ايه، كان ده الحوار. قلت له انا تعبان جدا، دي حاجة نفسية ولا انا مبعوت عليا حاجة تتعبني؟ قال لي وهو بيضحك، طب ما انت عارف اهو ان في هجوم عليك، اخيرا بدأت تفهم لوحدك. قلت له طب انا ما عنديش اي حاجة غير الاستاذة اللي معايا دي وهي لوحدها، والقدرة من ربنا اولا يعني، وانا مش هقدر على الدجال ده، ده مسخر حاجات كتير تقريبا يخدموه. قال لي هو مش شديد يعني، ده بيحضر من كتاب اسمه، انا متأسف بس ما تقولش اسم الكتاب وخليه سر بينا. وبالفعل يا جماعة استاذ صلاح كاتب لي اسم كتاب، لما دورت عليه لقيت ان الكتاب ده موجود بالفعل. قلت له طيب ايه الحل؟ النصاب ده بيحضر من كتاب كذا، انا هعمل ايه معاه؟ ده ممكن يأذيني في شغلي زي ما حصل لي قبل كده. قال لي مفيش غير حل واحد بس، انك انت كمان يكون معاك خدمة جديدة تقدر تصد بيها هجوم عليك وتقتل اي رصد مبعوت لك يأذيك. بصيت في دهشة وقلت له يا سلام، هو ده ممكن بقى ان يبقى معايا خدمات من الجن تحارب وتقتل الجن كمان؟ قال لي اه ممكن، وبسيط على فكرة، انا هعلمك كام حاجة تجيب لك مجموعة من الناس او من الكائنات المقاتلين يكونوا معاك، ويكون القسم بتاعهم معاك يسمعوا كلامك لما تقول عليهم القسم ده. القسم كان عبارة عن اقسمت عليكم بكلمة لا اله الا الله، مو كلام اخر، بس هو بيقول انه حفظني بعض الكلام من ذكر الله، يعني المفروض ان باقي الكلام هو كلام من القرآن. الكلام بصراحة مش مكتوب لي، فانا معرفش هو الكلام ده هيكون فعلا من ذكر الله ولا حاجة تانية. المهم بيقول صديقي قال لي لما تقول القسم ده هيسمعوا كلامك ويتعاملوا هم على طول ويخلصوا اي حاجة مؤذية تماما جاية عليك. وفعلا بدأ شغله وبدأ يقول كلام وينادي على اسماء معينة ويقول كلام ذكر واستغفار. سمعته بيقول خليكم مع عبد من عباد الله، واقسمت عليكم بالله، اقسمت عليكم تحاربوا الشر الموكل عليه بطاعة الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توكلوا على الله وخليكم معاه، وحاجات بالشكل ده. اول ما خلص حسيت كأن في نسمة هواء خفيفة جت على وشي، وحسيت بصراحة اني نشيط فجأة، وحسيت ان كل التعب النفسي اللي كان عندي اختفى، وحاسس ان انا طاير في قمة النشاط. بقيتش مصدق برضو، وبقيت اقول لنفسي انت هتصدق ان معاك ملوك وحاجات بالشكل ده ولا ايه يا عم؟ اعقل كده وفكك، ربنا وحده الحافظ يعني. كبرت دماغي وسبتها على الله، وما صدقتش ان معايا اربع ملوك على حسب ما هو قال بجيش من المقاتلين، غير غير لما حصل وسافرت اسكندرية ازور عمامي. وقتها ادركت ان فعلا انا مش لوحدي خالص، كان معايا واحد من ولاد عمامي اللي عايشين في نفس المكان اللي انا عايش فيه. اخدت عربيتي وسافرنا، وهو كان بيزور ابوه لان ابوه عايش في اسكندرية، وهو واخواته ووالدته عايشين في المنصورة، منفصلين ابوه ومطلق امه يعني. المهم اول ما دخلت بيت عمي ابنه قعد معاه، وانا قلت لهم طيب يا عم خليك قاعد مع ابوك وانا هروح لعمي التاني ازوره، وكان بيته قريب منه يعني الاتنين كانوا في نفس المسافة. رحت، ويا ريتني ما رحت.
مش عارف ليه انا بقيت عامل زي المغناطيس اللي بيشد المشاكل او الجن، مع اني مش بحب المشاكل اصلا مع البشر، يبقى حظي مشاكل مع الجن. المهم اول ما قربت على بيت عمي التاني حسيت بوجع شديد قوي في بطني، كنت محتاج فعلا ادخل اقرب حمام بسرعة مع اني خارج من بيت عمي كويس طبيعي مش محتاج ادخل حمام يعني. رحت اقرب جامع او مسجد شفته قدامي ودخلت الحمام بسرعة خلصت، لكن وجع بطني كان لسه موجود. بدأت اكلم نفسي هو ده احساس طبيعي ولا في حاجة تانية. دخلت بيت عمي التاني سلمت عليه وعلى بنات عمي وولادهم، ودخلت بنت عمي عملت لي كوباية شاي وقعدت معايا نتكلم وتطمن على اخباري واخبارنا ونتكلم سوا. وطول ما انا قاعد في البيت حاسس ان جسمي مش مرتاح، جسمي مشدود شدة مش حلوة، وحاسس برعشة خفيفة ومش عارف في ايه. خرجت وقلت لهم انا هقعد قدام البيت في الشمس شوية، وفضلت قاعد برا لحد ما دخل الليل. طول ما انا قاعد مع عمي حاسس ان وسطي مضغوط عليه، كأن في حد ربطني بحبل شديد من وسطي وبيضغط عليه. قلت في دماغي يمكن من السفر واني ما نمتش كويس مش اكتر. قلت لعمي اقول لك ايه، انا هدخل انام لان انا تعبان جدا، ان جسمي متكسر وما نمتش كويس. فعمي قال لي طب ادخل نام وارتاح والصبح نبقى نخرج شوية. وبرضو يا ريتني ما دخلت نمت. اول ما دخلت وفردت جسمي على السرير نمت من التعب، لكني شفت في المنام بنت عمي الكبيرة. شفت بنت عمي الكبيرة دخلت عندي ونامت جنبي على السرير، ولقيتها بتبصلي وهي مبرقة وبتقرب وشها من وشي بشكل مرعب. انا قمت من النوم بسرعة، قمت من النوم وانا مخضوض من شكلها المفزع في الضلمة اللي كانت في الحلم، وقمت جريت على برا. اقسم لك بالله لما قمت كمان حسيت كأن في حاجة غريبة دخلت في بقي. خرجت من الأوضة بسرعة وخرجت على عربيتي واتصلت بصاحبي على طول وحكيت له. قال لي طب مش اللي ملوش كبير المفروض يشتري له كبير؟ قلت له في ايه مش فاهمك. قال لي يا ابني انت في وسط مملكة جن سفلي كبيرة ومعاك خدمات مش قادر عليها، طب كنت قلت لي قبل ما تروح عشان اقدر اتصرف. قلت له في ايه يا عم انت، هو الجن ما بقاش وراه غير انا، هو ايه ما بقى انا الوحيد في الدنيا اللي حارب الجن يعني، هو انا عملت لهم ايه اصلا؟ قال لي طب بقول لك ايه، اهدى خلاص اهدى، الخدمات اللي معاك من الجن المسلم، انما بيت عمك اصلا موجود في منطقة كلها جن سفلي وشياطين، وبأسأل عمك هو بيحس بايه او ايه اللي بيحصل له. قلت له بقول لك ايه، انا لا هسأل عمي ولا هعمل حاجة. مين اللي كانت جنبي على السرير دي؟ دي كانت بنت عمي ولا ده كان حد تاني ولا ايه؟ قال لي لا يا معلم، دي ملكة العشيرة الموجودة في بيت عمك، ومعنى انها عملت كده وقربت منك بتوريك يعني ان هي كسبت، وان اللي معاك دول ولا يقدروا يعملوا اي حاجة. اما ظهورها ليك على شكل بنت عمك فده عشان تقدر تتحمل شكلها. قفلت معاه وما بقتش عارف اقول له ايه ولا اعمل ايه. وقلت لنفسي وقتها هو انا ليه بيحصل لي كده. قعدت على السجادة قدام بيت عمي، ولما دخل المغرب خرج عمي وقعدنا كلنا قدام البيت، ولقيت عمي بيقول لي انا شفت حلم من كام يوم وسألت الشيخ وقال لي ان شاء الله خير. قلت له ايه هو الحلم ده؟ قال لي حلمت اني نايم في الاوضه دي وشفت حاجه بطول طفل صغير، بس هي مش طفل، كان ليها ودان شبه شكل الفار. بدات اطردها واخرجها بره بس ما خرجتش غير لما مسكتها من ودانها ورميتها في الشارع، وبعدها قمت من النوم. قلت له يا عمي تقريبا ده كان شر داخل البيت عليكم وربنا قدرك وطردته. بص لي وضحك وقال لي بركاتك يا شيخ صلاح، انت فعلا بتفهم، لان ده كان رد الشيخ لما سألته وبدأ يحكي لي عن موقف حصله في المقابر وهو بيبني قبرين. كان قبر ليه وقبر لزوجته، واول ما حد كان يموت يدخل القبرين دول يعني. فبيقول لما رحت بجرار الطوب دخلت المقابر، الجرار اتغرز في الارض وما كانش قادر ان هو يخرج او ما كانش قادر يخرجه، فاتصل على صاحب الجرار يجيله ويخرج الجرار. ولما جالي بيقول والله لو كنت قلتلي ان الجرار ممكن يتغرز في مكان زي ده ما كنتش هصدقك، غير اني شفت بعيني واستغربت ازاي ده يحصل. اقسم لك بالله طول ما عمي بيحكي الموقف ده كاني واقف بتفرج على الموقف بعيني، لكني كنت شايف ان في شخص عملاق زي بتوع الافلام حاطط ايده على مقدمة الجرار وبيدفعه للخلف بايد واحدة.
عمي بيتكلم وبيحكي لي، والموضوع ده كله انا شايفه في دماغي كأني سرحان. عمي دايس على الدواسة على الاخر، لكن الجرار مش بيطلع اي حاجة، بل بينط في مكانه، وده بيدل ان الجرار في حاجة واقفة قدامه مش بيمشي بعدها. بعد ما عمي خلص الكلام والمنظر ده راح من قدام عيني، حسيت بصداع شديد جدا وعينيا وجعتني قوي كأني كنت ببص للشمس مثلا. اقسمت اني لازم امشي من البيت ده مهما يحصل، ومش هقعد اكتر من كده نهائيا. انا مبقاش ليا يومين وحصل لي كل ده، امال لو قعدت اسبوع هيحصل لي ايه؟ انا لازم امشي من هنا. واتصلت على ابن عمي وقلت له بقولك ايه، انا همشي مع اول ما النهار يطلع، ومتسألنيش ليه، انا لازم ارجع ومش هقعد هنا اكتر من كده. ابن عمي كان مستغرب مني لكن وافق، وفعلا مع طلوع النهار كنت راكب عربيتي وراجع. وبعدها بعد ما رجعت بحوالي اسبوعين كنت نايم في بيتنا، وفجأة صحيت من النوم على حوالي الساعة 2:30 بالليل، بعد نص الليل، وانا حرفيا قلبي هيخرج من صدري، وكنت حاسس ان في حد حاطط ايده على رجلي عشان اقوم من النوم بيصحيني. يعني كنت مفزوع وخايف وقلبي مقبوض. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، توضيت وصليت، وبعد اول ركعة سمعت خبط على سريري. اقسم لك اني من شدة الفزع بصيت على السرير وانا بصلي، ودي كانت اول مرة في حياتي اكون بصلي واتلفت لاي حاجة، عارف انه غلط بس كان غصب عني. طار النوم وفضلت قاعد على السجادة بستغفر ربنا وبستعيذ بيه واستقوى بقوته وجبروته، ولما طلعت الشمس لقيت تليفوني بيرن، ولقيت رقم بنت عمي الكبيرة. كنت برد عليها بتهريج كده وبهزار، بقول لها ايه يا عم، ده انا كنت عندكم من اسبوعين بس، وحشتكم بسرعة كده. لقيتها بتعيط وبتصرخ، الحقني انا بابا تعبان جدا، انا بابا تعبان وداخل عناية مركزة، والدكتور بيقول لي احتمال ما يخرجش من الازمة المرة دي. عمي الله يرحمه كان مريض قلب، لانه شاف زوجته والجرار بتاعه ضارب راسها في الحيطة، وراسها اتكسرت وخرج مخها على الارض، جاله انسداد في الشرايين في القلب، وكام حاجة تانية زي ارتفاع للسكر والضغط، وأثر على عينه كمان. ربنا يحفظكم من كل شر. بنت عمي بتعيط في التليفون بتقول لي كده، وانا مش عارف اتصرف ازاي. قلت لها طب خلاص انا هكون عندك النهارده، اديني اسم المستشفى وساعه بالكتير هكون على الطريق. جريت على صديقي المعالج وحكيت له فزعي من النوم واللي انا حسيت بيه. قال الخدمه اللي معاك ربنا يبارك لهم، هم اللي مسكوك من رجلك عشان تقوم من النوم، لان كان فيه هجوم عليك من عند عمك، وكنت هتدخل في صدمة عصبية كبيرة ومخك هيقف، وكان ممكن تموت كمان. ربنا يبارك لهم انهم عملوا معاك كده. قلت له طب وصوت الضرب اللي على السرير ده؟ قال لي هم لما شافوك خايف ومفزوع كانوا بيطمنوك وبيعرفوك انهم حواليك، بس انت ده مفهمتش. مشيت ركبت عربيتي وفعلا وصلت للمستشفى، عرفت ان عمي توفى، وإن محجوز في ثلاجة المستشفى لحين استخراج جميع الأوراق وتجهيز الدفن. لحد هنا كانت قصة أستاذ صلاح وقفت أو انتهت، ولسه هيكمل المفروض بعد كده اللي حصل له. حتى لو إن القصة ممكن يكون فيها بعض المبالغات، بعض الحاجات الغريبة، بعض الحاجات اللي غير منطقية، في الأول وفي الآخر أنا مقدرش أقولك أي حاجة غير إن العهد على الراوي، والراوي بيحلف وبيقسم وبيتكلم بكل مصداقية جدا معايا، فبرضه في الأول وفي الآخر الله أعلم. احنا في قصة حقيقية، مش بنأكد ولا بننفي أي كلام حد، ولو إن في بعض الحاجات بيكون واضح إنها مش منطقية شويتين أو غير مصدقة أو غير واضحة قوي كده قدام الناس، بس احنا برضه بنقول في الأول وفي الآخر الله أعلم، والعهد على الراوي، اللي بيحكي هو اللي أدرى، واللي بيقسم وبيحلف حسابه هيكون مع ربنا مش معانا احنا، سواء صدقت او لا ادينا بنسمع. انا اسمي الاء، قصتي قصيره شويه بس حقيقيه. كنت بتفرج على افلام رعب اجنبيه بالليل، وعرفت ان المخرجين والممثلين اللي فيها ماتوا، فاتفرجت وخلاص يعني. رحت نمت، ولما صحيت لقيت امي بتقولي انها شافت شبح لابس جلابيه بيضة قصيره وشعره اسود مغطي وشه، وقالت انها قرات قران وحضنتني، ولما الفجر اذن اختفى. وانا من وقتها مش بدخل الاوضه غير مع ماما، مع العلم اني مش بنام لوحدي، ولما دخلت انام مع امي كنت مشغله قران في الراديو، ولما فصل القران حضنت امي، وامي قالت قران بصوت يعني مسموع،
ومنمتش وقتها غير بعد الفجر. عمر الكينج بيقول لنا: السلام عليكم، انا عمر صبري من الجيزة. بص، هي مش قصة اللي هحكيها، بس دي مواقف. في مرة والدي ووالدتي كانوا مروحين من بيت جدي وجدتي، وخلاص روحوا واحنا ساكنين في حتة فيها ارض زراعية ومتعودين على الطريق الزراعي، ما بنمشيش منه نهائي غير ولازم نعدي من طريق، والطريق ده كان فيه حاجة اسمها شجرة الجميز، والشجرة دي معروف عنها ان هي لما حد يقتل حد بيقتله عندها هناك. المهم، والدي لاحظ واحنا معديين من طريق الارض الزراعية كلب اسود ماشي معانا من اول الطريق. والدي ساب والدتي تمشي، وقف يبص على الكلب ده. بيقول والدي لقى الكلب عينه احمرت وقعد يزوم على والدي، فوالدي مداش للموضوع اهمية وكلب عادي يعني. المهم، كملنا مشي بالمناسبة، وكنت انا طفل وقتها، لكن اخويا الكبير والدي كان شايله وقعد يبص على الكلب ويقول له: بابا ده عفريت، بابا ده عفريت. والدي بص يشوف ملقاش اي حاجة. روحنا، ويومها بالليل والدتي بتقول انها شافت حاجة زي كائن غريب وواقف على السقف. امي مش عايزة تتكلم ومش عارفة تتكلم، وحظ امي ان اخويا الكبير كان نايم جنبها. اتقلب على السرير، فامي سمت الله واختفى الكائن ده. تالت يوم امي كانت في المطبخ بتعمل اكل عادي، وهي واقفة بظهرها لمحت اخويا واقف بيكلم حد محدش شايفه. ولما امي راحت تشوف في ايه، بصت لقت حاجة قصيرة جريت على الحمام. وبعدها جبنا شيخ وقال ان البيت اللي احنا فيه ده ما فيهوش اي حاجة، وان لازم نشغل قرآن من باب الاحتياط. بس ده كل اللي حصل، وربنا يشهد على كلام والدي، وارجو تسرد القصة في الفيديو اللي جاي، وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد الديمو بيقول لنا: اول موضوع خاص بجدتي، كنت في ثانوية عامة قبل النتيجة بكام ساعة، حلمت بيها بجدتي يعني، وقالت لي: يا محمد انت ناجح. مش فاكر تفاصيل اكتر من كده. حصل موقف تاني بعد كده، والدي كان مع والدي، ساعة وفاة والدي انا كنت نايم جنبه، لما صحيت كان هو توفى وانا مكنتش اعرف. لكن بعد دفنة والدي حلمت بيه، قال لي جملة واحدة بس، قال لي: يا محمد امك واخواتك في عينك. قالها 3 مرات ورا بعض. ومرة برضو حلمت بيه، كنت مستني نتيجة، فجالي في الحلم وقال لي: هتنجح ما تقلقش. وبرضو مرة تانية اختي كانت بتقفل على نفسها باب الحمام وتقعد تعيط، فجالي في الحلم وقال لي: قول لاختك تبطل تعيط في الحمام تاني، وقول لها ابوكي حاسس بيكي ما تقلقيش. في الحقيقة محمد، انا بحسدك ان انت في ناس بيجولك ويطمنوك ان انت نجحت. انا بفضل مقتنع ان انا ساقط حتى بعد ما نتيجتي تطلع، ولا ان انا ناجح، بفضل مقتنع ان انا ساقط. طيب دلوقتي احنا داخلين على اخر قصة في الفيديو، ومعروف دايما ان اخر تجربة او اخر قصة دي بتكون اتقل تجربة، مش تقيلة من ناحية انها طويلة، لكن تقيلة من ناحية انها بتكون مليانة بالتفاصيل والاحداث. وقصتنا المرة دي طويلة شويتين، وانا بصراحة عجبتني جدا وانا بسمعها من صاحبتها. بس قبل ما نحكيها لازم نقول، لو انت عندك موقف او تجربة او قصة حقيقية، ياريت تدخل على اللينكات اللي هتلاقيها تحت الفيديو مباشرة. هتلاقي لينك انستجرام، تويتر، فيسبوك، صفحة فيسبوك، واكاونت فيسبوك، وجروب فيسبوك بتاع القناة. تقدر تدخل وهتلاقي الاكاونت الشخصي بتاعي برضو، تقدر تتواصل معايا وتكلمني في اي وقت، تبعت لي موقف او تجربة حقيقية علشان تنزل في ملف قصص حقيقية يوم الاثنين. لو عندك قصة مؤلفة، قصة انت كاتبها وفعلا لقيت ناس بدأت تكتب قصص، وقصص كبيرة وحلوة، منهم بركة القرية اللي اتشجع مصطفى الفنار وكتبها، شكرا جدا ليك، تقدر تبعت القصص الحقيقية او القصص المؤلفة على كل اللينكات اللي هتلاقيها تحت الفيديو مباشرة. وتعالوا بقى نسمع اخر حكاية من غيث الديري من العراق، اتمنى اكون قلت اسمها صح. أستاذة غيث الديري أو غيث الديري من العراق بتقول لنا: من وأنا في سن 11 سنة لقيت كتاب سحر. كان كتاب صغير لونه أصفر، ومن كتر قدمه كان غلافه مش موجود حتى. خلال تجربتي على مدار السنين دي كلها لحد النهاردة، من وقتها لحد النهاردة، اتعاملت مع كائنات كتير، جن وعفاريت حرفيا، وكائنات تانية ما كنتش عارفة أفسرها.
كان معظمهم بيبقى على هيئة أطياف سودة شكلها ما بيكونش واضح، ونوع تاني شفته شكله بيكون قصير لونه أسود مايل للون الأخضر، أو العكس بيبقى لون أخضر مايل للون الأسود، وبيكون شكلهم قبيح جدا ويخوف. أما الأطياف السودة شكلهم ما بيخوفش قوي زي التانيين بالنسبة لي، أو ممكن من كتر ما أنا بشوفهم ما بقاش يفرق معايا، يعني جسمي نحس بمعنى أصح. كنت أنا بوالدي ووالدتي وأخويا الصغير عايشين في بيت جدتي، وكنا واخدين أوضة منه عايشين فيها. المهم إن لحد دلوقتي لسه مش مدركة ليه وإزاي جدتي اللي هي ست أمية ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب عندها كتاب زي ده. وحتى وقتها لقيت صليب في نفس الأوضة دي، وبحكم إن أنا كنت طفلة ما كنتش فاهمة ولا عارفة إيه ده لبسته، لحد ما والدتي شافتني لابساه وأخدته مني وفهمتني وقتها إن إحنا مسلمين مش بنلبس حاجات زي دي. من ساعتها بقى وأنا بحاول أقرأ أكتر في الكتاب ده وأعرف اللي فيه وأنفذه كمان. كنت بخاف جدا وحريصة جدا على إن محدش غريب يدخل بيتنا بحكم إني كنت صغيرة في السن، وكنت على طول قلقانة من أي حد غريب. اللي شدني جدا وقتها هو نوع من انواع السحر مكتوب في الكتاب ده وفاكراه كويس قوي. نوع من انواع السحر بيخلي او بيظهر فارس اسود على حصان اسود، شخص او فارس ما عندوش راس بيظهر على حصان اسود، بيظهر لاي شخص يدخل البيت بغرض الاعتداء او الاذى او السحر او السرقه او اي حاجه. وبيقال في الكتاب ان الفارس ده لما بيطلع بيقطع راس اي شخص معتدي على البيت بالسيف بتاعه. المطلوب وقتها التحضير كان ايه؟ كان قماشة زرقاء يتكتب عليها بدم غزال اسماء وعزايم معينة، ويتم التحضير في ليلة قمرية وتفاصيل تانية مش فاكراها لان انا كنت طفلة. حاولت اعمل اي حاجة وقتها لكن بحكم سني ما كنتش فاهمة ومفيش حاجة حصلت ولا جن ولا اي حاجة. بس من بعد اليوم ده وانا احلامي بقت بشعة، لحد النهاردة وانا احلامي بشعة مليانة دم وتشويه وقتل وهروب من حاجات بتقتل وحاجات بتجري ورايا وشر واذى هيصيبني وهيأذيني وهيحصل حواليا. وصولا لسن 15 سنة بدأت اشوف حاجات مش منطقية او غريبة. كنت بدخل اوضتي واقفل النور، وكان نور القمر هو اللي بينور حاجة بسيطة في الاوضة. وقتها كنت بشوف طيف اسود ضخم طول بعرض، ملامح وشه مش واضحة لكني بشوفه قدامي. كان بيتحرك بسرعة يمين وشمال في الأوضة، وفجأة يقرب من وشي ويفضل قريب مني، وبعدها يبعد تاني ويرجع يتحرك في الأوضة بحركات غريبة بس كانت تخوف. اتعودت مع الوقت أشوفه، لكنه لما كان بيقرب من وشي أكيد كنت بترعب لأنها أول مرة بقولك أشوف حاجة زي دي. عمتي بقى، عمتي من النوع اللي كانوا بياخدونا جلسات رقية شرعية وأذكار واستخراج جن وتواشيح وحاجات بالشكل ده. حصل وكان في ظروف حصلت لي واضطرتني اروح اقعد مع عمتي في بيتها لفتره من الفترات. المصيبه مش في كده، لكن المصيبه اني وقتها لقيت بالليل، سمعت يعني بالليل حاجه بتجري في البيت، واحنا مفيش غيري انا وعمتي وبنتها. مع الوقت اكتشفت اكتر ان اللي بيجري في البيت ده هو ولد صغير ووراه راجل كبير بيجري ورا بعض. الفكرة ان دول ما كانوش انا بس اللي بشوفهم، لا ده بنت عمتي كمان كانت بتشوفهم. وبمرور الوقت بقى الموضوع يزيد معايا الحاجات بسمعها، والله اسمع حاجات في الاوضة اللي انا فيها، اصوات حاجات بتتحرك وبتتجر او حاجة بتقع بتخبط في الدولاب. اللي كان مرعب ومفزع وقتها هي صوت حاجات بتهبد وبترزع في باب الاوضة، حد بيجي ويفضل يخبط ويرزع على باب الاوضة بالليل، لا بيكون حد صاحي او حتى حد موجود في البيت اصلا. لما كنت بسأل بنت عمتي بحكم انها معايا في نفس الاوضة كانت بتقولي ان هي كمان بالفعل بتسمع. وتعودت مع الوقت على الحاجات دي بسبب اللي بيحصل لي، وبحكم ان جدي ابو والدي كان شيخ، كان شيخ بيستخدم الرقية الشرعية وبيعالج ناس مصابين بحالات مس وسحر واذى، وكان مدي عماتي وعمامي ووالدي حاجة بتسمى التسلومة. التسلومة دي يعني جاية من التسليم، وهي انهم بيسلمهم او بيعلمهم القوة او القدرة على استخراج الجن او رقية شخص، بيعلمهم الصنعة بالبلدي يعني. لما احنا جينا اللي هم الاحفاد، اهالينا عملوا نفس الحاجة معانا وعرفونا العلم والمعرفة دي كلها.
الحمد لله انا عندي نفس القدرة والقوة الإيمانية دي، وصولا لموقف كان من اكتر المواقف اللي صدمتني في حياتي كلها. جت فترة على والدي بعد عن الطريق الصحيح اللي كان ماشي عليه، زينا كلنا لما بنبعد ساعات عن الطريق الصحيح ودماغنا بتشت كده مع الدنيا. وللأسف والدي اتجه لشرب الخمور، كان بيشرب خمور بكثرة وقتها، لكنه حاليا الحمد لله رجع لصوابه مرة تانية. المهم وقتها كنا بنشوفه بيقف فجأة بدون أي مقدمات، يفضل باصص أو مركز في حاجة محددة على الحيطة أو ركن محدد، بنفضل نسأله مالك، حصل لك ايه، انت شايف ايه، مالك يا حاج، كان بيقول لنا مالكوش دعوة انتوا، انا هتصرف اتكلم معاه بنفسي، محدش دعوة بيا. من التصرفات الغريبة وقلقنا عليه عرضت عليه انا ووالدتي ان احنا نرقيه، نقرأ عليه القرآن ونرقيه، لاننا كنا ملتزمين وقتها الحمد لله. اخدناه نايمناه على الارض على ملاية، وكنت انا قاعد على شماله وامي قاعدة على يمينه. اثناء القراءة كنا بنكرر اول 7 ايات من سورة الصفات. كان بيبان عليه التعب الشديد جدا لحد ما لقيناه قام بنفسه، مسك دبوس وشك صباع رجله. فضلنا نكرر في اول 7 ايات لحد ما شفت انا وامي حاجة محدش غيرنا قدر يشوفها، واقسم لك بالله يا عبد الله، اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، شفنا دخان طالع من رجل ابويا، والله العظيم دخان كان واضح جدا لينا، لدرجة ان والدتي قالت لي انت شايفة حاجة، انت شايفة اللي انا شايفاه، قلت لها ايوه، قالت لي دخان مش كده، قلت لها بالظبط، كان دخان شبه دخان السجاير. ولحد النهاردة حتى من بعد ما والدتي توفت وهو والدي بيحلفني بروح امي وجدي لو فعلا كان ظهر دخان وقتها، وانا لسه بحلف وبحاول اقنعه اكتر ان بالفعل في دخان ظهر. مفيش حد في البيت وقتها شاف الدخان غيري انا ووالدتي بس، حتى اخويا ما شافهوش. حاجة كمان وقتها كنا بنعملها بس واحنا صغيرين شوية، كنا بنعمل حاجة شبه لعبة الويجا، عارف لعبة الويجا اللي هو فيه شوية حروف وفيه زي مؤشر كده بتحط صبعك عليه وبيتحرك لوحده، حاجة كانت بالشكل ده ولكنها كانت بدائية شوية. المؤشر اللي احنا حطيناه ان هو يتحرك كان فنجان قهوة عادي، كنا بنحطه وكان الفنجان بيتحرك على كلمة نعم او لا، ودي حاجات كنا احنا بنكتبها بنفسنا. واقسم لك بالله الفنجان كان بيتحرك لوحده قدامنا كلنا، واحنا وقتها كنا كذا شخص مش انا لوحدي. واللي عرفناه وقتها اننا لو عايزين نلغي التواصل اللي بيحصل في الحال لازم نمسك الفنجان ونحذفه على الحيطة نكسره، ولو وقتها اتكسر الفنجان يبقى الكيان الموجود مشي بالفعل، اما لو الفنجان ما اتكسرش بيبقى الكيان لسه موجود بالفعل. الحمد لله في الكام مرة اللي عملنا فيها اللعبة دي كان الفنجان بيتكسر كل مرة. حاجة كمان عملتها في صغري وهي اني بجيب مجموعة ورق وافضل الف ايدي في دوائر سريعة، واثناء ما بلف ايدي الموجودة بيسألوني اسئلة وايدي كانت بتكتب الاجابات في الحال، اقسم بالله ايدي كانت بتكتب لوحدها بدون اي تدخل او تحكم مني، انا مكنتش بتحكم في ايدي وقتها، وكانت ايدي بتكتب لوحدها الاجابات ويسحبوا الورق بسرعة من تحت ايدي وانا بكمل رسم في الدوائر في الورق اللي بعده. وصلت المرحلة كمان اني لما اسمع اي صوت تخبيط على الباب او في الاوضة او اي حاجة او حركة بزعق بصوت عالي واقول لهم اسكتوا انا عايز انام وارتاح. وبالفعل وقتها بلاقي الصوت اختفى وسكت. اقدر اقولك ان اللي اتعلمته او اللي مريت بيه ان زي ما احنا بنخاف منهم هما كمان بيخافوا مننا بالظبط، لكن الفرق انهم بيتغذوا على خوفنا، لما يلاقونا خايفين منهم بيكملوا اللي بيعملوه وبيتسلوا. مرة من المرات وانا نايمة كانت الساعة قريبة من 5 الفجر، كنت نايم على ظهري بين النوم والصحيان، حسيت بوقتها بحاجة بتطلع من تحت الارض قصيرة لونها اقرب للسواد، كان ماسك في ايده حاجة زي رمح او عصاية وبيطلع من الارض باصص بعينه ليا بثبات مرعب، والله العظيم بمجرد ما الاذان قال الله اكبر نزل تحت الارض فورا، جسمي فك وقمت جريت من الاوضة من الرعب. دخلت فترة في حياتي زي اي حد ما كنتش ملتزمة دينيا وقتها ولا بقول اذكار او اي حاجة، كنت كل سكن بروحه اقعد فيه شوية يحصل لي مواقف، مع اصوات خبط، مية تفتح لوحدها في الحمامات او في المطبخ، اصوات اطباق، حلل بتخبط في بعض، صحون
بتتكسر بشكل غريب، عبارة عن دوائر جوه دوائر مكسورة كده بشكل تحس ان هي مقصودة ان هي تكون بالشكل ده. كنت سكنت في بيت سمعت ان سطحه السقف بتاعه او سطحه مسكون بالجن. كنت بضحك وبتريق وبقول مش حقيقي او مش مقتنعة، لكني كنت كل يوم بالليل بسمع اصوات على السطح ده نفسه، اصوات حركة وجري وحاجات بتتجر وبتتخبط. كان اكتر صوت بسمعه واكتر اصوات بسمعها هي اصوات رجلين بتمشي في البيت ده. حصل لي موقف عمري ما هقدر انساه مهما يحصل. ابني كان طفل صغير اسمه عبد الله على اسمك، كان قاعد في اوضته وانا كنت في الاوضه اللي جنبه نايمه على السرير، وعلى الكنبه الموجوده في اوضتي كان في دبدوب على شكل كلب صغير عادي ما فيهاش اي حاجه يعني. بس وقتها اللي ما كانش عادي ان لما بصيت على وش الدبدوب ده لقيت وش الكلب مكشر جدا على عكس وش الدباديب الوديعه اللي بتكون بتاعت اطفال المفروض. لو ابني وهو كمان استغرب من شكل الدبدوب ومنظره المرعب وقال لي لا هو ما كانش شكله مكشر كده بالعكس. وقتها ما استنيتش وقمت مسكت الدبدوب ده رميته بره البيت وقفلت الباب بالترابيس وحلفت انه ما هيدخل البيت تاني. ادخل انام انا وابني، وتاني يوم الصبح اصحى الاقي الدبدوب جنب دماغ ابني على المخده. ابني كان صغير ما بيطولش الترابيس ولا بيعرف يفتحها، يعني الدبدوب ده دخل البيت ازاي؟ صحيت ابني سألته بزيادة تأكيد وسألته برضو، ابني نفى تماما واستغرب اكتر وجود الدبدوب هنا. انا وقتها اللي عملته اخدت الدبدوب رميته بره وقررت اني وانا خارجه هرميه في اقرب صندوق زباله في الشارع. مره تانية كنت نايمه على الساعه 1:30 بالليل، قمت فجاه قلبي بيدق بسرعه مشلوله مش قادره اتحرك وحاسه بحاجه مرعبه او مفزعه موجوده. عارف لما تقوم من النوم وانت قلبك مقبوض؟ لحد ما بصيت لقيت مجموعه من نفس الكائن الصغير اللي كان ظهر لي قبل كده عاملين دايره حواليا. جزء منهم قرب مني حطوا ايديهم على بقي عشان منطقش، مجموعة تانية حطوا ايدهم على رقبتي بيخنقوني، وجزء تاني حاطط ايده على صدري بيكتم نفسي. انا وقتها كل اللي قدرت اعمله اني انادي على والدي عشان يلحقني، لكن الصوت اللي خرج ما كانش صوتي اصلا، صوتي لكنه كان خشن وكبير مختلف تماما عن صوتي، على امل انه يلحقني لكني كنت نسيت ان والدي مش موجود في البيت ولا معايا في البلد كلها حتى. وفجأة وسط كل ده اغمى عليا، ولما صحيت تاني يوم جريت اتصلت بوالدي حكيت له كل حاجة وطلبت منه انه يحاول يرقيني من بعيد ويدعي لي لان الاذى بقى شديد جدا عليا بالرغم من اني مش بعمل لهم اي حاجة وحشة ولا بأذيهم. المرتين دول هم المرتين الوحيدتين اللي شفت فيهم الكائن القصير الاخضر ده. وانا في تركيا ودي بلد تانية غير بلدي او دولتي، يعني المفروض اللي موجود في البلد اللي انا فيها او موجود في المنطقة اللي انا فيها ما يكونش موجود معايا لما سافر. المهم لما سافرت تركيا وكنت قاعدة في شقة حسيت بحاجة في الشقة اللي انا قاعدة فيها. عندي كان عندي دولاب كبير مقفول، والدولاب ده كان فيه ورق وكتب وهدوم وكل حاجة يعني. الدولاب ده كمان كان فيه ادراج من فوق ملحقة بالدولاب. بمرور الوقت ما كنتش برتاح في اوضتي دي، ما كنتش بعرف انام، ما كنتش بعرف اعمل فيها اي حاجة، كنت بحس بخنقة وقلق فيها. كنت باخد حاجتي كلها وبطلع انام في الصالة واشغل التلفزيون وانام قدامه بحيث انه يكون ونس ليا بدل ما احس اني لوحدي. كل ده كان عادي مفيش اي حاجة عادي برضو، لحد ما دخلت اوضتي. في مرة كنت كل ما بدخل بلاقي درفة من درف ملحق الدولاب اللي فوق موجودة مفتوحة لوحدها، وفضلت على الحال ده فترة طويلة. كل ما ادخل الاوضة الاقي درفة مفتوحة لوحدها. جبت شيخ قبل كده قرأ، ولكن كل مرة بتحصل حاجة بتمنعه. انا عمري ما خفت من الحاجات دي غير لما بدأت تحصل لي في البدايات، لكن بعد كده ما بقاش يفرق معايا حاجة خالص. لحد ما دخلت في مرة الأوضة وجسمي فجأة تلج وشبه اتكهرب كمان من اللي مريت بيه، خلاني ادرك ان الموقف ده هو اشارة اني مش لوحدي في المكان وان في حاجة قريبة قوي قوي مني. ما قدرتش اكمل اكتر او ادخل الاوضة من شدة البرودة اللي كنت حسيتها، كأن اللي جواها بيقولي انت مالكيش انك تدخلي الاوضة دي تاني. من بعد ما جبت شيخ اخيرا وبدأ يقرأ فيها بقيت اشغل قرآن كتير، بدأ الوضع تدريجيا يهدى ومبقاش فيه حاجة تفتح لوحدها او اي حاجة نهائيا.
ومن يوم ما لقيت الكتاب اللي حكيت لك عليه في البداية لحد النهاردة وانا مفيش حاجة بحطها في حتة بتفضل مكانها ابدا. كل مرة بحط حاجة برجع ابص ما لقيهاش نهائي، مهما ادور واقلب الدنيا ما لقيهاش، وبعدها بلاقيها موجودة في مكان تاني بعيد خالص غير منطقي بالمرة انه يكون موجود هناك. مرة تانية كانت عمتي، او كنت انا مع عمتي في العربية، واحنا في الطريق قالت لي عمتي انها عايزة تروح اي محطة بنزين عشان تملى البنزين للعربية. وصلنا بالفعل وهي نزلت تملى البنزين وطلبت مني من الشباك اجيب لها شنطتها علشان تاخد فلوس وتحاسب. شنطتها كانت جنب فرامل اليد، فبلف بجسمي باخد الشنطة وبرجع لها تاني لقيت ايدي خبطت في ازاز العربية في الشباك. اول ما مسكت الشنطة برجع اديها لها لقيت نفس الشباك اللي المفروض مفتوح مقفول. فتحت الشباك واديت لها الشنطة وخلصت وجت ركبت جنبي. حكيت لها على اللي حصل فلقيتها بتبص لي وبتبتسم قوي وبتقول لي ما تشغليش بالك ما تركزيش الله اعلم. زي ما قلت لك بالنسبة لأحلامي عبارة عن تحذيرات وتنبيهات بتكون كوابيس ملهاش اي تفسير وقتها، لكن بعد فترة بتحصل لي مشكلة او مصيبة بالفعل، ولما بفكر بلاقي ان تفسير الكابوس بيكون بيدل على المصيبة دي وقتها فعلا. الدنيا دي سر، مهما تدور فيها هتلاقي نفسك بتتعلم، مهما تكبر في السن ومهما حياتك تتغير هتلاقي ان انت لسه بتتعلم ولسه بتقابل. الحقيقة عمرها ما هتكون واضحة في عيون البشر مهما طال الزمن لحد يوم القيامة، لحد يوم القيامة واحنا لسه عندنا اسئلة كتير بنحاول ندور على اجابة ليها، ووصولا ليوم القيامة برضو هيكون عندنا اسئلة مش هنلاقي لها اجابات. اصل ربنا ما خلقناش لوحدنا في العالم ده، ربنا خلق كائنات تانية معانا، ومش كائنات تانية اللي هما الحيوانات او الحشرات او الحاجات دي، لأ كائنات تانية غير مرئية. مفيش اي دليل لحد النهاردة بينفي وجود الكائنات دي، مهما الناس اتكلمت ومهما ناس حكت ان في كائنات وجن وعفاريت واشباح وقرين وحاجات من النوع ده، مفيش حاجة مرئية قدام العالم كله الناس او الكل يقدر يجتمع عليها. زي ما في حاجة ممكن تقول ان هي موجودة هتلاقي غيرك بيقول ان الحاجة دي مش موجودة. مهما نسمع ونشوف وناس تحلف وتقسم وتجزم انها شافت فعلا حاجة او سمعت حاجة او اتعاملت مع حاجة غير ادمية، ملناش غير ان احنا نقول الله اعلم. شكرا جدا لحسن المتابعة وشكرا جدا لحسن الاستماع. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مستني كل ارائكم وكومنتاتكم في الفيديو زي كل مرة. لو عايز تتابع ديافولو على اي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي هتلاقي كل اللينكات اللي هتحتاجها تحت الفيديو، نفس اللينكات دي تقدر تدخل تبعت لي موقف او تجربة حقيقية مريت بيها، وتقدر برضو تبعت لي قصة مؤلفة انت اللي كاتبها، او لو حابب تتابع الصفحة واللي بينزل ليها او اي اخبار عن القصص او القناة تقدر تدخل برضو على نفس الصفحات دي وهتلاقي كل اللي انت هتحتاجه هناك. شكرا جدا ليكم، مستني موقفكم الحقيقيه ومستني وجودكم ودعمكم المستمر. شكرا جدا لكل الناس، ويا رب الخميس اللي جاي تستمتعوا بالجزء الثالث من قصه بركه القريه، وهو بالمناسبه هيكون الجزء الثالث والاخير. سلام عليكم.